الطبيب النفسي معالجه مسائل الصحه النفسيه. راديو الحياة فم إذاعة القيروان للصحة، مرحبا بكل ما التحق بنا في الاستماع. هذه هي المجلة الصحية اللي تنطلق معكم من 10 متاع الصباح وتتواصل حتى الماضي ساعة في مختلف الفقرات والمواضيع، ونحاول نقسموا لكم المواضيع متاعنا بيان سور بداية بمع الطبيب النفسي. كل ما يهم الصحة النفسية متاعكم بطبيعة الحال باش نخلقوا هكا ونحاولوا نوصلوا المجتمع سوي، المجتمع مستقر نفسيا، وهذا هو الغاية من الموضوع متاعنا اليوم. بيان سور كل مره نتناول لكم موضوع يهم صحتكم النفسيه. اليوم مش نحكي لكم بطبيعه الحال على الغيره المرضيه اللي نسمعوا بها جينيرالمون، خاصه في العلاقات نسمعوا بامر الغيره في علاقه من العلاقات. هل ان الغيره هذه تنجم توصل الى غيره مرضيه والا لا؟ نحاولوا نعرفوا الغيره المرضيه شنو هي، خاصه من الناحيه النفسيه، وندخلوا معكم بيان سور في اكثر تفاصيل من خلال اعراض الغيره المرضيه، اسبابها، شنو المسببات نتاعها بطبيعه الحال. سينو بيان سور نشوفوا التخلص من الغيرة المرضية، وهل أنه تختلف على حسب اختلاف الأنواع بين العلاقة بين الأشخاص. بيان سور هذا الكل ما نجمو نعرفوه كان من عند أهل الاختصاص كيف ما العادة. منورتنا بحضورها دكتور ريم غشام، رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى الرازي. صباح النور دكتور. مرحبا وبارك الله فيكم على الإضافة. أنت هي المشكورة دكتور على تلبية الدعوة في كل مرة الحقيقة نتصل بيك. دكتور اليوم موضوعنا حابين نحكيه على الغيرة المرضية. لو كان نحاول نعرفوا الغيرة المرضية خاصة من الناحية النفسية، هو هل يعتبر ساعة الغيرة شعور عادي نجم نحسوا به الناس الكل؟ وقتاش نجم نحكيه من الناحية النفسية على غيرة مرضية؟ كما قلت انت، شعور بالغيرة هو حاجة عادية. أما وقت نحكيه عن الغيرة المرضية، وقت الانسان يحسب الاخر كانه جزء منه، معناتها ما عندوش الحق الاخر يعيش ما غير ما يكون عنده حاجات يحبهم هو. معناتها لازم الانسان الاخر يكون بتاعه هو يحكم فيه، وهو لازم يتحكم في اللي يعمل فيه الكل، وما عندوش الحق حد اخر يغزله، حد اخر يكلمه، حد اخر يحكي معاه. والانسان اللي يحكي معاه ديما يظن الانسان اللي عنده غيره مرضيه اللي هو مش ياخذه له، معناتها هي حكايه بتاعه مش بتاع معناتها الانسان ملكه، معناه ما هو ملكه، ماهوش انسان انديبوندون اوتونومي، اللي عنده الغيره المرضيه. دونك هنا يا دكتور في الغيره المرضيه هذه، هل انه نجم نحكيه هنا على اضطراب نفسي؟ في علم النفس نقول الغيره المرضيه هي اضطراب نفسي. هي اضطراب نفسي ياسر يقلق، راهو هو من اكبر اضطرابات النفسيه، على خاطر ينجم العبد اللي عنده هذه الغيره النفسيه يقتل، ينجم يقتل روحه ويقتل العبد اللي هو غاير عليه. معناتها هو من الاضطرابات النفسيه اللي اصعب ما يكون، معناتها ما ينجموش ديويهم بسهوله، ما فماش دواء ينحي الغيره النفسيه. فوالا. الغيره المرضيه ما فما حتى دواء ينحيها. دونك هنا يا دكتور تنحكيو اكيد احنا بعد على طرق العلاج وكيفاش معناها نحاول نعالجوا حتى الحاله وحتى نقصوا منها. لكن دكتور انت قلت اللي في الحاله نتاع الغيره المرضيه واللي يظهر الشكي واللي يظهر برشا حاجات اخرين، لو كان نحاولوا نعطيوا للساده مستمعين اكثر تفاصيل على اعراض الغيره المرضيه بخلاف الشك هذا اللي نجم يظهر بيان سور في الحالات هذوما، كيفاش نجم نحدوا نقولوا الشخص هذاك الغيره نتاعو مبالغ فيها، الغيره نتاعو مرضيه؟ هو راهو الشك يفرق في كل شيء. مثلا راجل امراه، امراه يغير عليها راجلها، هاي اللي تعمل مكياج يقول تقابل صاحبها، اللي ما تعملش مكياج يقول على خاطر مش متظهرش اللي هي مش قابل صاحبها، هذه هي تهبط التليفون تجاوب عليها، وبعد ما ينقض مرتين تقول هيك عندها كود ما بينها هي وصاحبها، هذه تجاوب عليه مره، كل شيء معناتها يتفسر كأن هي عندها معناتها كود وعندها حاجات اللي عندها حد في حياتها. حتى كي ما فما حتى شيء، معناتها مثلا تنشر حويجها كود، تخرج بلبسه حمراء كود، بلبسه زرقاء، معناتها كل شيء يراه كأنه حاجه اللي هي تعني اللي هي عندها حد في حياتها. فوالا. وزيد ممكن هنا يا دكتور احنا هنا نسمي قاعدين نحكيوا على الغيره المرضيه خاصه بين الازواج، هل انه من اكثر انواع الغيره اللي تنجم تكون شائعه في الغيره المرضيه دكتور؟ اي هي اكثر انواع، النوع هو ما بين الازواج. الغيره ما بين
الاخوات ولا لكن غير ما تقلقش شيء. اما ما بين الازواج هي اللي تنجم تعطي للقتل وتعطي لل تؤدي الحاجات خطوره الحاجات اللي ما يحمد اللي ما يحمد عقباها. دكتور هنيم من الحاجات اللي كما احنا كنا طرحنا مساله الشك زيدا كيف ينجم يلاحقها ممكن الزوج يلاحق الزوجه نتاعو في كل الاماكن اللي تنجم تمشي فيها هنا زيدا كيف تعدي زيدا لاحظوا من بين الحويجه هذيا اللي هو تعدي على حريه الشريك ينجم يوصل زيدا كيف دكتور يمنعوا من مقابله الاشخاص اللي يعرفهم يخليها ما يخرج حتى من حتى مقابلة أم وأبو وخواته الغيرة المرضية تؤدي يحطوا في بقعة ويسكر عليه. فوالا. معناتها ما يحب حتى حد يحكي معاه. اللي باش يحكي معاه باش يظلوا خطير عليه. دكتور من أسباب الغيرة المرضية هل أنه الحاجات هذه تنجم تظهر معناها على الشخص في الشخصية نتاعو من اللي هو صغير تبع الشخصية نتاعو وإلا كيفاش تظهر التأثيرات والأسباب نتاع الغيرة المرضية على الأشخاص هذوما دكتور؟ الغيرة المرضية راهي حاجة واحد يتولد بها معناتها ماهيش حاجة دينا بالدنيا هو يبدا انسان قوي عنده يتخيل روحه هو اقوى واحد حتى حد ما ينجم يعمل كيف هو حتى حد ما عنده ثقة في حتى حد ديما يرى في الضعف العباد الاخرين ديما يظهر له اللي العباد الاخرين يحبوا يخونوه. دونك هي شخصيه معروفه اللي عندها الغيره المرضيه. الشخصيه كامله الحمد لله مش موجودين برشا. والغيره المرضيه موجوده اكثر عند الراجل من عند المراه. من اكثر من المراه. اي. انت دكتور قبيله بشويه كنت قلت معناها صعيب العلاج نتاع الحالات هذوما نتاع الغيره المرضيه لانه اذا كنا تعرفنا على الاسباب وعلى خاطر ديجا انت قلت معناها حاجه طبيعيه يتولد بها براتيكمون الشخص صاحب الشخصيه المرضيه هذيا واللي عنده الغيره المرضيه كيفاش هنا طريقه التعامل تكون ممكن باش نتجاوزوا بيان سور خاطر نعرفوا تاثيراتها كل سواء على العلاقه الزوجيه والا العلاقه بين الاشخاص فسرت لك اللي العلاج لازم علاج نفسي بالكلاب ثم علاج بالدواء انا كيما قلت لك من اصعب حاجات اللي تنجم تتعالج فوالا هنا في الاطار هذا ممكن اذا كنا ندخلوا في صعوبه الاشياء وحتى انتم كاهل الاختصاص ومباشرين للحالات هذوما كيفاش تكون هكا طريقه التعامل على الاقل دكتور خلينا نقولوا باش نتخلصوا نوعا ما من الغيره المرضيه هذه قديش تنجم تدوم مثلا الفتره حتى باش نقلوا خلينا نقولوا مانيش باش نحيوا كاريمون المشكله هذه نتاع الغيره المرضيه اقلش من عام علاج ما اقلش وعلاج يكون بالدواء وبالبسيكوثيرابي بالكلي فوالا دونك الدواء والدواء يكون دواء ياخذ كل يوم ولا يعمل طريقه بالشهر والعلاج هذايا لازم يدوم بالكدا ولازم الانسان يفهم اللي هو مريض فوالا دونك اهم حاجه هو اللي عنده الغيره المرضيه يفهم اللي هو عنده غيره مرضيه. هنا هنا دكتور باش نطرح عليك سؤال كاهل الاختصاص الشريك هل انه مجبر في الحاله هذه كونه معناها يتقبل شريكه كما هو ينجم يتعامل معاه والا صعب التعامل معاه دكتور في الحاله هذه خلينا نقول ما يتقبلش وجوستمون انا عندي ديما نحكيها الحكايه هذه نفكر مريض غير على مرضه برشا اول مره غير عليها قفلها سيقها فوالا مش معاش تمشي تقابل صاحبها اللي هو يتقابل صاحبها اخي قد وداوى وكل واحنا قلنا لها راهي مدام لازم تطلق لازم ترجع له بالكل هي وبعد ما خرج وقضى المده الكبيره اللي قضاها يخرج رجعت له الغيره المرضيه المره هذه قتلها نقتلها فوالا دونك هذه هي المخلفه الخطيره احنا ديما نشجعوا العباد باش نفسروا لهم ان الغيره المرضيه راهي دواها طيب دواها طويل وان كان ثم مشكل عميق من احسن اللي تفارقوا الاطراف اللي عندهم فوالا من الحلول معناها تكون الانفصال وهنا في الحاله هذه بيان سور مجبر اخاك اللي بطل دونك بيان سور السلامه هو شريك الشخص هذاك بيان سور دكتور اللي معناها تشجعوا انتم على الاشياء هذه باش حمايه للاشخاص بيان سور احنا ديما نقولوا حمايه للاشخاص وهذا هو الهدف الرئيسي نتاعنا كون نكونوا عنا مجتمع سوي ونكونوا عايشين في احسن الحالات نجم تختم لنا دكتور اذا كان عندك هكا بعض النصائح في خصوص موضوعنا لليوم دكتور ريم لازمنا ديما نحاولوا نتبعوا
الاعراض نتاع الغيره المرضيه. وقت نقراو عنده شخص عنده غيره مرضيه وكان ما نجموش نتحملوا الغيره المرضيه لازم نبعدوا عليه. معناتها ما لازمناش نمشيو ان نقايب ونجموا نبدلوا الانسان. الانسان ما يبدلش. في الامراض النفسيه فما الشخصيه وفما الامراض. هذه الغيره المرضيه داخله في نطاق الشخصيه المرضيه. الشخصيه المرضيه راهي ما تتعالجش. الشخصيه المرضيه نتعاملوا معاها اما فيهاش علاج بتاتا. دونك واحد يحاول يبعد على العباد اللي عندهم هالغيره المرضيه. فوالا مشكورة جدا دكتور ريم غشيم رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى الرازي على الحقيقة المعلومات المهمة والمهمة جدا في موضوعنا لليوم الغيرة المرضية وموضوع يتطرح ممكن في على طاولتنا الناس الكل والناس الكل نجموا فما بعض الناس اللي نجموا يعانيوا من الحالة المرضية هذه اللي هي الغيرة المرضية اللي تدخل في إطار الشخصية المرضية اللي مالوغوزمون الشخصية المرضية ما عندهاش علاج بطبيعة الحال كما كنت تقول لكم دكتور ريم غشيم رئيسة قسم الصحة النفسية وهي من بين المباشرين لبعض الحالات هذوما كنتوا سمعتوا زادة كيف احنا ما نحبوش ان نهولوا الامور لكن كنتوا سمعتوا الغيرة المرضية هي تدخل في اطار الشخصية والشخصية ما تتعالجش اذا كان معناها فما حاجة مرضية اذا كنت تدخل في اطار الشخصية راهي الشخصية ما تتعالجش نحاولوا نتأقلموا معها ايه لكن ما فماش لا وجود لعلاج كانت تأكدت عليكم دكتور ريم لانتباه الى اعراض الشخصية المرضية هذه متاع الغيرة المرضية وعدم تحمل الاشخاص بيان سور اللي يعانيوا من الحالة هذه ما تقولش ميسالش تو نصبر مع الشخص هذاك على خاطر ينجم هو يتعالج في اللحظه ذيك لكن مالوغوزمون خاطر داخله في الشخصيه نتاعو يعاود يرجع وهكاك تاثيراتها كبيره كانت من بين الاشياء زاد اللي يشجعوا عليها اللي هي الانفصال اذا كان عندك شريك حياتك عنده غيره مرضيه وكانت بيان سور عدت لكم الاعراض اللي تنجم تظهر على الشخص هذايا كثره الشك اللي تنجم تؤدي في مالوغوزمون وللاسف الى القتل حتى في بعض الاحيان والا في مغلب الاحيان تبدا بشوي بشوي لكن تنجم توصل للقاتل هذاك علاش ديما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم الناس الكل عرفوا الاشخاص اللي قاعدين تتعاملوا معهم عرفوا كيفاش تنتقيوا الاشخاص اللي باش يشاركوكم في حياتكم الناس الكل وسورتو صحتكم النفسيه تهمكم برشا ولازم الواحد يعطي اولويات لروحه في الدنيا هذه هذا هو موضوعنا لليوم في مع الطبيب النفسي الغيره المرضيه غون ميرسي لنوفل الشرطاني اللي كان معكم في الاخراج التقني الحصه سيف بولعريس ومحمد قداحه اللي كانوا معكم في ديجيتال سينو مريم منصور تقول لكم شوي اخر تستناو الحياة من مجبري في سنتي 5.0 بقيت متابعة طيبة لي برامج الحياة فهم دمتم في امان الله مع الطبيب النفسي مع الطبيب النفسي معالجة لمسائل الصحة النفسية